الرحيم. الخدمه اللي خدمناها كاع في شهر رمضان المبارك اليوم العباره تاعها بالخواتيم. راح نستقبلوا عناصر مهندسين نظافه، معناها احنا على قولوش نجوب الزي الرسمي تاعنا باش نستقبلوهم ونحسوهم اننا مقيمينهم. في اطار اختتام البرنامج التضامني والخيري لشهر رمضان المبارك، ابتدات جمعيه افاق العلميه الثقافيه والاجتماعيه لبلديه وزراء بتنظيم برنامج افطار ختامي على شرف مهندسي النظافه لبلديه وزراء. نشكر كل المحسنين جزاهم الله الف خير، ونقول لهم يا ودي بشراكم تجاره مع الله ربحه. كذلك نشكر كل الشباب المتطوع معنا في هذه العمليه التضامنيه، مسنا فيهم خير كبير 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 في شبابنا من خلال مشاركتهم في هذه العمليه، سواء في افطار الصائمين، سواء في تحضير الوجبات، سواء في التوزيع. بالمناسبه ونحن مقبلين على عيد الفطر المبارك، ابيت ان اهنئ كل الشعب الجزائري عامه وكذلك سكان ولايه المديه على وجه الخصوص، فعيدكم سعيد وكل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ان شاء الله. في هذا اليوم يعني قامت باعداد وجبه افطار لعمال النظافه لبلديه الوزراء. نشكر هذه الجمعيه على المجهودات المبذوله من طرفها، ونتوجه في بهذه المناسبة أتوجه إلى سكان بلدية وزرة، أقول لهم عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر هذه الجمعية جمعية آفاق على هذه المبادرة، مبادرة خير إن شاء الله في أول مرة في هذه البلدية وبجوار مسجد إبراهيم الخليل. نشكر القائمين جميعا وخاصة المحسنين والمحسنات الذين تصدقوا في هذا المطعم، ندعو الله عز وجل إن شاء الله ربي يتقبل منهم صدقاتهم. نشكر على المبادرة اللي دارها لنا اليوم تاع المهندسين النظافة، دار لهم إفطار، نشكروا على الأخرى تاعو، ورانا احنا ثاني في كل الأعياد في كل المناسبات نكونوا حاضرين. بمناسبة الإفطار الجماعي هذا اللي منظم من طرف جمعية آفاق في إطار عمال النظافة، نشكرهم وعيد مبارك، عيد مبارك للشعب الجزائري والشعب الضرب بصفه خاصه، بارك الله فيكم. دواعي الحسنه ان نشارك اليوم اخواننا اعوان، وهم مش اعوان نظافه بل مهندسي النظافه، اليوم تخلينا على بيوتنا وعلى ديارنا وعلى والدينا وعلى موالينا، وجينا نقول نشاركهم في افطار جماعي. نشكر كل المشرفين على هذا التجمع وهذا الافطار الجماعي، والشكر للجميع، شكرا.